تعليقات ساخرة على هذا الموضوع خدمات فيسبوك. شفت نفس الكلمة اللي انت قلتها النهاردة في البداية. حياة سعيدة عبدالله السبعة. كم رسالة جات لك وسألتك متى يرجع الواتساب والانستغرام؟ كثير صح؟ والله الوضع كان متعب أمس. شلون عايشت هذه اللحظات؟ والله أنا ما قدرت أعيشها صراحة بشكل كبير لأنه أنا كنت مرزوع قدام الكمبيوتر تقريبا ساعتين. لا تقول لي بعد كان شغال عندك الواتساب اجن. كان نجم العربية ما سمعت شلون اقول هذه معلومة لا استطيع نفيها او اثباتها. ايوه اوكي. شكلك عندك واسطة. طيب خليني اسالك، يعني هذا العطل لم يكن يعني المرة الاولى التي يحدث لفيسبوك نفس الموضوع، ويمكن كان مدة اطول اكثر من 16 ساعة قبل اشهر. لماذا يحدث هذا؟ ليه ما فيش إجراءات؟ ليه ما فيش تدابير لهذا الموضوع؟ وما يكونش في درس مستفاد من المرة الماضية بالنسبة لفيسبوك؟ طيب التقنية لازم نعرفها أنها من صنع الإنسان، ولذلك قد تكون هناك بعض المشاكل والأخطاء اللي تواجه مستخدمي هذه التقنية. موضوع عطل اللي كان أمس، طبعاً أغلب الكلام عنه أنه هو بسبب بشري حصل هذا الخطأ وسببت هذه المشكلة وتعطلت تطبيقات الفيسبوك كلها. طبعاً بالغالب الإنسان يتعلم من التجارب والمشاكل اللي تواجهه في هذه الحياة. مثل هذه المشكلة ما أذكر إنها مرت على الفيسبوك أو تويتر إنستغرام وغيره. فلذلك قد يعني تكون هذه المشكلة درس لجميع الشركات أنهم يتعلمون منها، وأتوقع أن أغلب الشركات حالياً تنتظر البيان الرسمي وأيضاً تنتظر تجربة الفيسبوك كاملة حتى تتعلم منها وتشوف وش المشاكل اللي وقعت في الفيسبوك حتى تقدر تتجنبها في المستقبل. لكن الموضوع أخذ أكثر من حجمه بشكل الكبير. بالضبط. يمكن تويتر، إنستغرام، فيسبوك كلها تعطلت. لا تويتر ما تعطل عبد الله، تقصد إنستغرام وواتساب. إنستغرام وواتساب لأنه فيسبوك تويتر كان الملاذ الآمن لنا. طيب خليني أسألك، اليوم هل هذا يدعو مثلا مايكل زوكربيرغ، ما أدري إن إحنا ما نفكر مكانه، لكن إنه يدعو إلى لامركزية بهذه البرامج حتى لا يصير يعني بيضة في سلة واحدة، يوزع البيض شوي مثل ما يقولون؟ أنا الشيء الوحيد اللي متأكد منه إن الشيء اللي صار أمس ما راح يمر مرور الكرام، وفي تغييرات كبيرة راح تكون في الفيسبوك على مدى الأسبوعين أو الثلاث أسابيع الجاية. صحيح إن أنت ما تقدر تصلح مشكلة في يوم وليلة وتنقل كل شغلك وتوزع كل شغلك بيوم وليلة، لكن متأكد الآن إنه أكيد خلال الثلاث شهور الجاية بيكون في تغييرات كبيرة في المنصة وطريقة عملها وطريقة توزيع المهام اللي فيها وغيرها من الشغلات. يعني أكيد عبد الله لن يمر مرور الكرام 7 مليارات دولار، ليس بالأمر الهين على مارك زوكربيرغ. يعطيك ألف عافية وشكرا على وجودك معنا في صباح العربية. عور هالمليارات.